تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، تتواصل الابداعات على ارضية هذا الميدان. تابعنا الشوط الماضي وكان الحضور مع مياس وعمير بن سهيل بن قنزول الشامسي. من قدم انا مياس قدم العرض الجميل والممتاز اللحظات الاخيرة بتسع دقائق 35 من الثواني. تهانينا هو الناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الرابع لا يقل أهمية عن الأشواط التي انصرفت وانقضت، ويحمل في طياته الثنايا المهجنات الأصايل. ومقدمة الشوط والمركز الأول يتقدم أدهم سالم بن حميد بن غدير بن دعيفس الشامس، يتقدم مع أدهم على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتقدم هنا على ثاني المراكز القفاي علي بن سالم بن علي القيلاني، يتقدم بوغانم على ثاني المراكز. الدور دور المركز الثالث، يتقدم من الجانب، يتقدم هنا باهي علي بن يمعة بن علي برحمة الدرمكي، يتقدم على المركز الرابع بينما او نعم الثالث، بينما المركز الرابع يحمل رقم 4 براق النوبي بن محمد بشعفوري العامل، يتقدم هنا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتقدم هنا على خامس المراكز طلاع ناصر بن حمد بسهيل بن عويضه الخيلي، يتقدم على المركز الخامس. المركز السادس فاري راشد بن عبيد بن محمد بن عبيد البهيري، يتقدم هنا على المركز السادس، بينما المركز السابع يتقدم في هذه اللحظات ويحضر بهذا المسار الجميل شاهين احمد بن قنون بن مسلم بن حمرور العامري، يتقدم هنا على المركز الثامن بين او السابع، بينما المركز الثامن يتقدم بن غنام ليقدم لنا شديد احمد بن محمد بن غنام الهاملي، يتقدم هنا على المركز الثامن، بينما المركز التاسع يتقدم بن قناص ليقدم لنا قاصد قداكم حافي يا حلوين المشم، يتقدم قاصد سعيد بن حمد بن قناص العامري، ولكن ينخطف من قبل الذيب سلطان بن محمد بن سلطان الظاهري، يقدم لنا الذيب، يغير من مركز الى مركز متقدم، يغير من مركز الى مركز، هذا هو على المركز الثامن، اخذ المركز العاشر، اخذ المركز العاشر، واختم في النداء في هذه اللحظات بهذا الانطلاق بهذا الابداع. وين المركز العاشر؟ اخر
أخرنا شوية أخرنا شوية وخلى النادي المركز العاشر وخلنا ناخذ المركز العاشر المتقدم في هذه اللحظات والمنطلق بهذا المسار الجميل وبهذا الإبداع وبهذا الانطلاق عاشر المراكز عاشر المراكز والأسماء القادمة والشعارات المتقدمة الحاضر بالانطلاق والحاضر بالإبداع الكبير والمثير هذه الأسماء هذه الشعارات الحاضر في هذا الشوط الباحث عن الناموس وعن الانتصار ولكن وين وين المقدمة وين الصدارة وين المركز الأول مقدمة هذا الشوط المركز الأول من يقود الجموع من يقود الجموع يتقدم القفاي يتقدم القفاي بهذا التقدم الجميل بهذا الانطلاق وغانم بن علي بن سالم الغيلاني من يقدم القفاي من يتابع القفاي من يطلق عنان القفاي على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول بهذا الإبداع شاهدنا إبداعات هذا الشعار في هذا الموسم قدم لنا العديد والعديد من الأسماء يأتي في هذا الشوط ليقدم لنا إبداع القفاي لينطلق مع القفاي غانم بن علي بن سالم الغيلاني هذا هو على مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني يتقدم براق يتقدم براق النوبي بن محمد بن شعفوري العامري على المركز الثاني الأسماء بدت بالاقتراب بدت بالاقتراب من بعضها البعض يتقدم قاصد سعيد بن حمد بن قناص العامري يقدم لنا قاصد غير على المركز الثاني المركز الرابع يتقدم غاري راشد بن عبيد بن محمد بن عبيد المهيري على المركز الرابع والمركز الخامس يتقدم شاهين احمد بن قنوم بن سلم بن حمرون العامري يتقدم هنا والقادم ايضا طلاع ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي بدا يقترب نحو مقدمة هذا الشوط والقادم على المركز السابع في هذه اللحظات والثامن يتقدم بهذا الانطلاق بهذا الابداع هذا هو الذيب سلطان بن محمد بن سلطان الظاهري نعم هذا ظاهري على المركز السابع الاسماء الاخرى اخذ لقطة للمراكز الاخرى المتاخرة التي لم يحين موعد دخولها ولكن المقدمة الصدارة في محركة طاحنة في محركة طاحنة ما بين قاصد وما بين براق ولكن قاصد غلب موازين الشوط الصالح سعيد بن حمد بن قناص العامري يقدم انا قاصد ينطلق مع قاصد يبدع مع قاصد على مقدمة هذا الشوط على المركز الاول براق يحاول على المركز الثاني النوبي بن محمد بن شعفوري العامري والاسماء القادمة والشعارات الواصلة والقادمة الانظاري راشد بن عبيد بن محمد المهيري قادمة بكل قوة وايضا قادمة الذيب والكيلو الاخير دخلنا في اقوى الكيلو الاخير براق غير المعركة غير الصدارة غير المقدمة هذا هو براق على مقدمة هذا الشوط النوبي بن محمد بن شعفوري العامري يتقدم مع براق بدأ يغادر بدأ يباعد المسافة هذا هو براق ينطلق بهذا الانطلاق يبدع بهذا المسار الجميل قاصد على المركز الثاني مع بن قناص ظاهري على المركز الثالث بن قنون والظاهري والأسماء القادمة والشعارات الواصلة ولكن براق شوف الانطلاق شوف الإبداع هذا هو براق بدأ يغادر بهذا الإبداع بهذا الانطلاق هذا هو براق يتجه نحو خط النهاية بدون أي منافسة تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار النوبي بن محمد بن شعفوري العامري تهانينا والناموس على هذا الفوز على هذا الانتصار على تقديم براق بدون أي منافسة ختام أشواط الجولة الثانية أو أشواط الجولة الأولى هذا هو براق يختتم أشواط الجولة الأولى مع المؤجلات الأصائل يتجه نحو خط النهاية وخط النهاية يقف مرحبا ببراق النوبي بن محمد بن شعفوري العامري لحظة الفوز هو الانتصار بدون أي منافسة المركز الثاني ظاهري مع المهيري وثالث مع بالهويمل ورابع مع ظهري وخامسا مع شاهين احمد بن قلوم بن مسلم بن حمرور العامري 9:30 من الثواني تهانينا والناموس.